الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فأكرمنا وأرسل لنا رسولا بشيرا ونذيرا، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وصلى الله على النبي المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى والدين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الترمذي رحمهم الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، فقالوا: يا محمد، أنسب لنا ربك، صفه لنا، ما هو هذا الرب الذي تعبده وتتأله له؟ ما هو هذا الرب الذي تسجد وتركع له؟ من هو هذا الرب الذي تدعوه وتستغيث به؟ صف لنا ربك. فلم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا محمد، صفني لهم وأنسبني لهم بأني أنا الله الواحد الأحد. وإنما ذكر الأحد، قل، أخبرهم بصفتي، قل هو الله أحد. وإنما ذكر الأحد لأنه لا يحتمل التثنية ولا التثليث، فالأحد ليس كالواحد مفردا. فإذا قيل هل في الدار، فإذا قيل ليس في الدار واحد، هل في الدار من أحد؟ فقال ليس في الدار واحد، فإنه يحتمل أن يكون فيه اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. ولكن إذا جاء الجواب ليس في الدار أحد، نفي تام ونفي كامل أنه لا يوجد أحد في الدار. ولذلك ذكر الله صفة الأحدية التي اتصف بها سبحانه: لا ثالث له ولا ثاني له ولا أكثر، بل هو الأحد. وإنما جاءت صفة الواحد في القرآن مقترنة بصفة تلازمها، كقوله: الواحد القهار، الواحد القهار. نعم، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو هذه السورة قل هو الله أحد، يدافع بها عن نبي، يدافع بها عن ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا: سورة الإخلاص سميت بسورة التوحيد وسميت بسورة الإخلاص، وأكثر الناس لا يعلم أن اسمها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، لا يعلم بذلك. فإذا قلت له اقرأ علي سورة الإخلاص يتلكأ، لا يعلم أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وإذا قيل له اقرأ قل هو الله أحد يقرأها مباشرة، لأن الكل يعرفها ويحفظها بتلاوتها لا باسمها، إلا من طلب العلم فيها وعرف القرآن وعلوم القرآن يعرف أسماءها. أن هناك من السور من تعددت أسماؤها، لها عدة أسماء، ومن هذه السورة سورة الإخلاص وسورة التوحيد، كما أن سورة الكافرون
تسمى كذلك بسورة الإخلاص وبسورة التوحيد، قل هو الله أحد. قالوا هذه السورة في حق الله تبارك وتعالى كسورة الكوثر في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنهم لما سبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واستنقصوه وقالوا أبتر ليس له ولد، لم يدافع عن نفسه، وإنما دافع عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلم يقل له قل أخبرهم، وإنما دافع عنه مباشرة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك، هذا الدفاع هو الأبتر. ولكن لما جاء في حق الله أمر الله نبيه أن يدافع عنه، لأن الله دافع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل أخبرهم بلغهم علمهم أن الله، قل هو الله أحد الله الصمد. عرفنا معنى كلمة الأحد، المتفرد الكامل في كل شيء سبحانه، الله الصمد. الصمد هو الغني عنك يا عبد الله، هو الغني عن خلقه أجمعين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الصمد سبحانه وتعالى قاضي الحوائج، الذي يقضي حوائج الخلق يسمى الصمد، والله هو الصمد سبحانه وتعالى. من يقضي حوائجك يا عبد الله؟ من يشفيك إذا مرضت؟ من يعافيك؟ من يطعمك إذا جعت؟ من يسقيك إذا ظمأت؟ من يكسوك إذا عريت؟ من يرزقك إذا افتقرت؟ من إلى من تلجأ في حوائجك كلها إن لم تلجأ إلى الصمد سبحانه؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الصمد هو الذي كمل، قال هو الذي كمل في صفاته، قال الكامل والشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، قال العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فهذا معنى الصمد يا عباد الله، تصمد إليه الخلائق، تطلب حوائجها منه ولا يطلب حاجته منهم سبحانه وتعالى، لأنه غني غني عنهم، الله الصمد. ثم يدافع رب العزة سبحانه وتعالى عن نفسه، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أن من صفاته الصبور سبحانه، يصبر على خلقه كيف يعصونه وهو يدعوهم إليه، كيف يفرون منه وهو يطلبهم إليه سبحانه. لذلك دافع عن نفسه عز وجل، وهذا الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا ويرزقهم ويعافيهم، يسبونه. وهذه السورة نزلت ردا على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، ونزلت ردا على اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا عزير ابن الله، وردا على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فعبدوه مع أبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فنزلت هذه السورة العظيمة لتبين للخلق، لتبين للناس أن الله لم يلد ولم يولد، خلق الله خلقا من غير أب ولا أم، خلق آدم من عدم، خلقه من تراب لا أب له ولا أم، وخلق الله خلقا من أب بلا أم، خلق الله حواء عليها السلام من ضلع آدم، وخلق الله خلقا من أم بلا أب، كما خلق الله عز وجل المسيح ابن مريم، خلقه من أمه من غير أب،
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وجعل الله أمًا لا أب لها ولا أم ولا شيء، وهي أم القرى مكة المكرمة، كرمها الله وسماها أم القرى. نعم عباد الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فحاشا أن نشارك من يدعون أن لله ولدا، فحاشا يا عباد الله أن نهنئهم أو أن نشاركهم أو أن نحتفل باحتفالاتهم، لأننا نعتقد أن الله لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل وليس له نظير سبحانه، لا يشابه أحد ولا يشبه أحدا. وصف نفسه فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم عباد الله، هذه السورة عظيمة، من أحبها أحبه الله. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية وجعل عليهم إماما يصلي بهم، فكان الرجل يصلي ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، في كل ركعة يقرأها، فقالوا له ألا تحسن غيرها، ألا تقرأ غير هذه السورة؟ فبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، لأنه أحب سورة صفة الرحمن سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة عظيمة، لها من الفضائل الكثيرة التي وردت بها السنن، وردت بها الأحاديث تعدل ثلث القرآن. حديث أبي الدرداء أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فقالوا نعم، نحن لا نستطيع أن نقرأ ثلث القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. بل ورد في أحاديث وإن كان فيها كلام إلا أنه منهم من يحسنها حديث حسنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها بيتاً في الجنة، بيتاً في الجنة. اقرأ قل هو الله أحد واستشعر الصفات، صفات رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، فاستغفروه عباد الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، والله لو تحدثنا عن سورة الإخلاص جمعة بعد جمعة وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام لما انتهينا مما فيها من العلوم، علم التوحيد، علم الأسماء والصفات، علم كمال الألوهية لله، كمال الربوبية لله، كمال الأسماء والصفات لله. كل هذا الدين قد جمعه الله سبحانه في هذه السورة، بل أعظم الدين علم التوحيد جعله الله عز وجل، لأن القرآن إما شرائع وأحكام وهذا ثلث القرآن الأول، وإما علم قصص الأولين والآخرين من الأمم السابقة وما بعدها وهذا الثلث الثاني من علوم القرآن، وإما علم التوحيد، توحيد رب العالمين الذي أرسل الله لأجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وأوجد من أجله الجنة والنار، وهو علم التوحيد، وهو الثلث الآخر من ثلث القرآن، وهي مجموعة في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هل علمت أنك إن قرأت قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق
وقل أعوذ برب الناس في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، لا يضرك شيء، لا يضرك شيء، لا كيد الإنس ولا كيد الشياطين، إن قرأتها بإخلاص ويقين بالله عز وجل، نعم، يحفظك الله من كل شيء. وهذا بما يسمى أذكار الصباح والمساء. هل علمت أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا كان إذا أراد أن ينام يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح على جسده ما استطاع؟ نعم، يفعل ذلك 3 مرات، وهذا يسمى أذكار النوم، هذا يسمى أذكار النوم. كذلك عباد الله، كان رجل يصلي بالناس ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة بعدها، فقالوا لما تفعل ذلك، لما أنت تفعل ذلك؟ وبلغ خبره إلى الرسول، هذا غير القصة الأولى، وبلغ خبره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما سأله لما تفعل ذلك فقال والله يا رسول الله إني أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، اللهم إنا نحبها فأدخلنا بها الجنة، اللهم إنا نحبها فأدخلنا بها الجنة يا رب العالمين، واجعلها حفظا لنا وحرزا لنا من كيد الإنس والجان والشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا بها موحدين لك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عباد الله أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الصلاة يرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا، استو. تقاربوا الذين في الخلف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلاة والطيبات السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام